هقول لك كل حاجة، هقول لك اللي ليا واللي عليا، هقول لك اللي أنا عملته واللي عمله غيري، وحق ماهر أنا وأنت هنرجعه، وأي دين عليا ليك أو لهدية أو لأي مخلوق أنا هرجعه لحد ما ترضوا وتقول مسامح. لعبة جديدة يا شيمي رضوان ولا إيه؟ أنت مش قد اللعب معايا. لا يا عبد الله، أنا هقول لك على كل حاجة عشان تعرف إني صادق. اللي سرق الماسة وقتل ماهر ملك، ملك يا عبد الله، ملك سلاحك على الارض ومخلوق. انا ما قتلتوش. بقول لك انزل سلاحك على الارض وارفع ايدك لفوق بدل ما تصفيه. اللي قتله لسه ما هربش، سيبني اجيبه. ارمي سلاحك على الارض بدل ما تصفيه. خد سكلبس. انا ما قتلتوش يا ملك. بابا 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 قلت عليا بابا بابا انا مالك يا بابا 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 يا باشا بدل ما تحققوا معايا روحوا بوضوا على اللي عمل كده. انتوا كده بتضيعوا وقت وبتدوا له فرصه انه يهرب. عبد الله هو اللي قتل بابا. هو كان مخطط لكده من اول لحظه. كان مخطط يسرق كل فلوسه بعد كده يقتل، عشان كان فاكر ان بابا هو اللي قتل عمي ماهر الله يرحمه. بس والله العظيم هو ما عمل كده، بس عشان كده كان جاي ينتقم مني. انا ما بنتقمش من حد. انا ابويا الله يرحمه مات في حادثه قضاء وقدر، حريقه سعادته، والشيمي ده عمي الوحيد. اقتله ليه؟ احنا كنا قاعدين بنتكلم، طلعت المسدس بتاعي حطيته قدامي زي ما انا متعود بدل ما افضل شايف. فجاه الرصاصه جت من ورايا، ما تفهمش الله اعلم هي قصداني انا ولا قصداه. وسعادتك كان في محضر معمول من كام يوم ان انا اتعرضت لجريمه قتل. عبد الله سرق مننا حاجات كتير قوي، بشخصيه ملثمه الناس سمتها النمر. هو نفسه معتز جدا بالاسم ده لدرجه ان هو عاملها براند للمحلات بتاعته. احنا قدمنا بلاغات كتير قوي ضده، بس لحد دلوقتي الشرطه مش قادره يعني تثبت ان النمر هو عبد الله. يا باشا انت لو هتقبضوا على كل واحد اسمه النمر والاسد والقط يبقى نص البلد هتترمي في السجون. انا لو سرقت حاجه سعادتك كان زماني مسجون. واضح ان عبد الله كان مهدده بحاجه، لدرجه ان هو راح له اليوم ده وكان معاه 20 مليون جنيه. عمي هو اللي عرض عليا يقابلني في المخزن عشان كان هيبيعهولي، وكان جايب لي معاه 20 مليون جنيه فوق البيع، مقابل ان انا ارجع له معرض الزمالك اللي كنت شاري منه ب 50 مليون. شغل يعني. اخر موقف ما بيني وما بين عبد الله عرضت عليه فلوس عشان يسيبنا نعيش في امان، بس هو ما رضاش وقال لي اخليه ممكن يدفع ثمن اللي عمله غالي قوي. وهددني. انا ما هددتهاش بحاجه سعادتك. ملك ما بتحبنيش ولقيتها فرصة عشان تخلص مني. أنا ما قتلتش عمي وبطالب الشرطة والنيابة إن هم يقبضوا على اللي عمل كده، لأن حق عمي يخصني زي ما يخص ولاده بالظبط. قررنا نحن سامح السماحي وكيل النائب العام أولا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد، ثانيا طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وحول البلاغات المقدمة ضد النمر، ثالثا يستعجل تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.